على مدى 3 أيام كانت الفرصة أمام الخبراء من الوسط الجامعي والباحثين في المجال الصناعي إلى جانب المهندسين والخبراء التابعين لمركز تنمية الطاقات المتجددة لتقاسم معارفهم وأفكارهم خلال الأيام الدولية للطاقات المتجددة 2024، أين تم عرض آخر التطورات والتقدم العلمي الحاصل في المجال بمشاركة نوعية من خبراء أجانب. الملتقى يكون فيه عدة باحثين وعدة يعني من هو انترناسيونال يعني دولي يعني تجوم كامل أنحاء يعني العالم، ويكون فيها يعني لقاء مع ثانيك الباحثين والأساتذة اللي راهم في الجزائر، وكل واحد هنا يجي ويجيب حاجة اللي يقدمها حاجة جديدة. دوك هنا سيت اون اوكازيون، هذا مناسبة للناس تعرف فيها واش راهو صاري في العالم، وشو صاري في البلدان الاخرى، وين لحقوا، يعني كل واحد عنده في الدومين تاعو يجي يشوف يعني هو ويقدم واش بحث واش النتائج اللي حق ليها، ويشوف منطو الناس وراي لحقها. أهمية التحول الطاقوي وتعزيز الوعي بالولوج لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة من بين ما ركز عليه المتدخلون على مدار هذه الأيام، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والجهد العالمي الرامي إلى مكافحة التغيرات المناخية. التخصصات يعني التي يعمل عليها المركز هي الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الطاقة الشمسية الحرارية، الطاقة الهوائية، وطاقة الهيدروجين، والطاقة الحيوية. يعني هذه التخصصات هذه هي تخصصات في الحقيقة يعني يعمل فيها يعني في مراكز البحث عبر العالم والجزائر خاصة، يعني بحكم أن الجزائر عندها يعني كما نقولوا إشعاع شمسي قوي جدا، معدل 3000 ساعة في السنة. عندنا الطاقات المتجددة الشمسية تيرميك الحراري وفوتوفولتايك، وهنا نقدروا انا بوكو بلوس تيرميك سبيسياليتي نتاعي، والتيرميك هما اللي يستعملوا الطاقه الشمسيه لتسخين الماء ولا الهواء لاستعماله في يا اما في لو شوط سانيتير والا في الشوفاج تاع الباتيمون. هادو ما تخصصات. وعندنا دي سيستم ثاني كيستعملوا الهواء كيما لو سيشاج تاع لي زاليمون اغرو اليمونتير، نشفوا بهم لي زاليمون كيما لي فيغ ولا كيما هادو ما سي ديفيرون سيستم لي زابليكاسيون تاع الطاقات المتجددة وخاصة الشمسية والحرارية. هي إذن فرصة لإبراز جهود الجزائر في هذا المجال. الجزائر التي سبق لها وأن أنهت المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، وهي الآن بصدد التحضير للشروع في المرحلة الثانية بهدف تحقيق المزيج الطاقوي المتوقع في آفاق 2030-2035 تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.